ولتسليط الضوء على ملابسات ترك الحكومة في بغداد منصة نفط عراقية في الإمارات، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور مصطفى البزرجان. أهلا بك معنا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا بك دكتور مصطفى. يعني منصة نفطية اشتراها العراق بملايين الدولارات منذ سنوات، متروكة في أحد الموانئ الإماراتية كما شاهدنا في التقرير. بداية نريد أن نقف على آلية التعاقدات في وزارة النفط وأدوات الرقابة عليها أيضا. آلية، طبعا هي هناك دائرة خاصة، هي دائرة العقود والتراخيص النفطية في وزارة النفط هي التي تشمل، ولكن هناك ثنائي لا بد أن نذكره وهو ثنائي الفساد والفوضى. هناك فوضى إدارية، يعني على سبيل المثال لنعود إلى هذا المثال، وهو يعني قبل أيام أيضا أثارته عضو في مجلس النواب العراقي وطالبت هيئة النزاهة بالتحقيق. كان هذا هو الموضوع، أثير من العام الماضي وأثاره أيضا عضو برلمان أو عضو مجلس النواب يتابع الهيئات الحكومية، وشهدنا مبررات كثيرة عديدة صدرت من شركة نفط البصرة، صدرت مسؤولين آخرين، يعني مبررات لا يمكن أنه يصدقها أحد. ولذلك هناك أيضا، هذا يؤشر إلى ليس الفوضى فقط ولكن الفساد، الفساد واضح. ودعني أضيف معلومة، هناك قبل ثلاث سنوات عقد مؤتمر لدعم الاقتصاد العراقي، وهناك وعود كانت بتقديم المنح والمساعدات المالية، ولكن بسبب الفساد، وهذا لا أذكره أنا، هناك شخصية من الاتحاد الأوروبي أكدها أنه بسبب الفساد منعت هذه المنح والمساعدات وتحولت إلى قروض، وقروض مشددة، ولم تصل العراق إلا جزء كبير قليلا منها. لماذا؟ لأن هناك شروط لمكافحة الفساد لم تتحقق. هذه نقطة، لا بد من إيجاد حل لمواجهة هذه الفوضى وهذا الفساد. نعم، إذن في أي إطار يعني ترى أيضا رد شركة نفط البصرة على الفيديو المتداول بأنها يعني نفت حصول أي سرقة أو فقدان أو تغيير في مواد المشروع، وقالت أن التلكؤ هو قادم من المقاول الأجنبي؟ دعني أوضح نقطة، أنه دائما تأتينا التبريرات واضحة، ليس من شركة نفط البصرة، هناك متحدثون بمؤسسات عراقية أخرى، يعني تبريرات غير مقنعة أبدا. ولذلك أنا أعود إلى نقطة مهمة، وهي أنه كيف هذا المقاول الذي لم يستمر في عمله ما تتفضل به شركة نفط البصرة يقوم بعمليات إدامة وصيانة لهذه المنظومة من الأجهزة لمدة 4 سنوات؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أين أصبحت بعد 4 سنوات؟ لماذا لم يتم طرح هذه المشكلة أمام البرلمان، أمام الحكومة تتخذ بها إجراءات؟ لماذا؟ لأن هناك عمليات فساد تدفع بهذا الاتجاه. نعم، أيضا يعني هناك لربما التخوف من تعرض هذه المنصة لربما الأعطال نتيجة ركودها هناك في الميناء لمدة 4 سنوات، ولربما أيضا يعني هناك أجور على يعني وضعها هناك، أو ليس كذلك؟ عزيزي، النقطة الأهم وهي أنه التكنولوجيا تتقدم، يعني هذه التقنية منذ 4 سنوات، لو الآن تطرح حاجة مشابهة لها بالتأكيد هناك تقنيات أكثر خدمة للعراق، خاصة هي لابد أنه تكون هي المنصة الرابعة في جنوب العراق. هذه نقطة أساسية بالإضافة إلى ما تعرضت له، ولكن كافة المبررات لا تقنع أبدا، وخاصة حتى لو نعود إلى شهر أيار الماضي كان هناك أيضا تبريرات ووعود بانتهاء هذه المنصة ووضعها في أماكنها مع نهاية العام 2021، ولم يحصل ذلك. هذه نقطة مهمة، والتبرير الأكثر يعني يجلب الانتباه وهي تبرير شركة نفط البصرة، أنه هذه المنصة لا يمكن وضعها وخزنها في العراق، ولذلك لابد من نقلها مباشرة إلى مكان عملها في البحر. هذه نقاط لا يمكن تصديقها أبدا. نعم، يعني لربما هنا يعني نسلط الضوء
على تقصير الحكومة في النواحي التي لربما لها علاقة بزيادة الإنتاج وتحسين الواقع الاقتصادي في العراق. يعني هذا التصرف وهذا التلكؤ بين عجز الحكومة عن متابعة مثل هذه الملفات. صحيح، عجز الحكومة عن متابعة هذه الملفات ومتابعة الفاسدين. دعني أوضح نقطة، الحل هو حل وحيد وليس صعب أبدا، وهو متابعة الفاسدين، عرضهم على القانون والشرع والقضاء العراقي، وبالتالي يتحملون المسؤولية وتعاد الأموال المنهوبة، وبالتالي يكونون هم عبرة لغيرهم ولا يتم شمولهم بأي عفو مستقبلي. هذا الذي يجعل تخوف ويجعل عدم الإصرار على هذه النقطة. ولكن هناك نقطة لا بد من توضيحها، وهي نقطة يعني أثيرت قبل أيام، وهي تحويل خور الزبير إلى يعني ميناء خاص باستقبال واستقبال يعني الناقلات النفط المتوسطة والصغيرة للبتروكيماويات. هذا يجعل أن هناك علامة استفهام كبيرة، لأن هناك بعض التقارير الدولية والإعلامية تؤكد أنه كافة أرصفة الموانئ هناك مجموعات تسيطر عليها، ولا بد من يعني هناك من سيطرة لهذه المجموعات على حركة الشحن في هذه لمصلحة من؟ لمصلحة من يحدث كل ذلك؟ لمصلحة كل من يعمل ضد العراق وليس ولائه للعراق أبدا. طيب ما الذي يمنع الحكومة الآن من تطبيق ما ذكرته من لربما محاسبة الفاسدين وتصحيح الأوضاع التي لطالما هي يعني زعمت أنها ستحارب الفساد وسوف تلاحق الفاسدين؟ ما الذي يمنعها من التطبيق؟ لا يعني هي جهة تنفيذية وجهة تشريعية أيضا تتفق معها في مكافحة الفساد، ولكن هذه النقطة الأساسية، وهي هناك جهات يمثلها الفاسدون، هناك جهات تدعم الفاسدين وبالتالي تضغط على الحكومة، ولا يمكن للحكومة أن تضغط عليها. ولذلك أنا أتمنى مع مجلس النواب الجديد والقادم وتشكيل حكومة جديدة تتمكن أول النقاط الأساسية لتحقيقها هي مكافحة الفساد والفوضى. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور مصطفى البزرقان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.